السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن اللعبة اللي ساحبة عليها من زمان، نعتذر جدا صراحة، نعرف انه انتم هلا بكم تبلشوا تحلقوا علي وتسبسبوني، وين الفورتنايت؟ وين الدكتور زومبي؟ وين ما بعرف مين؟ اي والله يا معلم، يعني يلا نحكي بصراحة، عملوا لايكات، عملوا اشتراكات، جيبوا مشاهدات، ننزل لكم، بس انتم لا عم بتجيبوا مشاهدات ولا عم ما بتفوتوا تشوفوا الفيديو. بهذا الفيديو ان شاء الله رح نحكي فيه عن اخر تطورات اللي صارت بفورتنايت واخر الاحداث واخر الاخبار، وبالاضافه فيها كم معلومات لكم اياها. بدايه حابب احكي معكم اول شيء في عندنا هون طورين او فيديوهين نزلت عن طور الجولد. كنت انا بارك هيك عم بعث لي سيد جنرال، ما بعرف انه صار له فتره، صار له شيء اسبوع ساحب علي، ما بعرف شو اخباره. فجبنا لقطات جدا جميله، طبعا ما راح اكتفي بس بطور الجولد، راح انزل لكم كمان فيديوهات ثانيه من غير اطوار ان شاء الله راح تشوفوها هلا بالفيديو. طبعا هي بدايه. شيء ثاني حبيت اشارككم فيه وبقول لكم بانه نحن نوصل نهايه السيزون، ما تنسوا تعملوا لنا لايكات وتحطوا كود الشوب S70 لانه بكره بس تشتروا السوزن باس الجديد مشان يجيني مصاري. تمام، ما تنسوا، الله يوفقكم يعني انتوا كمان طول الزومبي، وخصوصا انتوا كلكم زين اجيلوا معكم في الوقت. وطبعا ما تنسوا تستخدموا كود الشوب S70، هذا الشيء راح يساعدني ويدعمني. وبتعرفوا انتوا نحن صرنا في نهايه السوزن، فاكيد راح يكون بعد 4-5 ايام او اسبوع تقريبا راح يكون في سوزن باس جديد وراح تشتروا اكيد. فمن هلا انتوا حضروا اموركم وحطوا الكود S70 طلع قدامكم على الشاشه، ما تنسوا كود ولا اسهل من هيك، وكل واحد بيحطه ارجو انه تصور لي حتى انشر لك اياه على الانستغرام. فياريت لما تشتروا بكودي ان شاء الله تستخدموا كود S70 وشيروا معي هاي المعلومات على الانستغرام او على الفيسبوك. انا كثير سعيد بانه حدا يشاركني ويبعث لي انه اشترى بكودي، وهذا الشيء بخليني هيك اتباهى قدام الشباب وفاتي، وخصوصا يعني حوالي تعرفون بقول لهم في ناس هيك بتحبني واصدقائي يضلوا يدعموني، او الايادي الخفيه اللي بتساعدني دائما تستخدم كودي. هاي اول شيء. ثاني شيء حبيت اسالكم اياه واقول لكم عليه انه راح يكون في بث مباشر يوم الحدث على القناه، ومثل ما انكم شايفين القناه تغير اسمها، صار اسمها ستريم. هالقناه راح تكون مخصصه للستريمات اللي راح نعملها. الستريمات اللي هي راح تكون تختيم العاب، تمام؟ راح تشوفوني بهي اللعبه ان شاء الله، يعني مو بهي اللعبه، باي لعبه راح ابلش اختمها راح تنزلها هون. في قناه ثانيه انا عملتها خاص ناس بشان انه ننزل نحكي عن الالعاب بشكل مختصر، انه مو بس نلعب. يعني انا شفت فيها وقت عم بنزل تسجيلات للالعاب بيكروا معي جدا طوات طويل، وعم بروحوا كثير شغلات وعم بخربوا كثير شغلات، وفي ناس عم بتمل بالمشاهده. فلذلك راح تشوفوا هون يعني جزء ما يكون ستريم، هو يكون تسجيل انا مسجله، مثلا لاعب اللعبه 4-5 ساعات مسجلها وبرفع لكم اياها، وبختصر هيك بختصر منها الشغلات الفاضيه، بنزل لكم اياها 3 ساعات وبنشر لكم اياها، او بعمل ستريم حسب ما انتم تشوفوا اللي بدكم اياه، ما عندي اي مشكله وبشارككم معكم. فهمتوا علي؟ فانا بس مشان الموضوع حبيت اشارككم فيه واقول لكم عليه. هاي نمبر 1. والقناه الثانيه ان شاء الله راح احط لكم رابطها بصندوق الوصف، بس زبطت امورها مشان فورا تعملوا لي اشتراك فيها، وبتعرفوا انتم شو المطلوب، تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، وكالعاده وهون كمان تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، مشان كمان بس عملنا بث مباشر فورا تجيكم اشعار. واكتبوا لنا تحت التعليقات اي الالعاب بدكم اياها. وعم بفكر هون بركز اكثر شيء بلعبه محاكي الشاحنات، يعني محاكي الشاحنات ومحاكي المزرعه، راح نجيب لكم دركسيون ان شاء الله، بس هيك يمشي امور القناه، بنجيب لنا شيء 1000 دولار وعيونكم ابشروا خلاص ابشروا، اسمها هي القناه الجديده يعني، بس صار عندنا 1000 دولار ابشروا لعيونكم فورا، راح نشتري دركسيون ونظبط لكم الوضع. بتعرفوا انتم انا بحبكم تمام. هاي المعلومه الثانيه حبيت اشارككم فيها واقول لكم عليها. المعلومه الاخيره اللي راح اقول لكم عليها ان شاء الله ونشارككم فيها، وبكون هون انا خلصت تعليقي ومشاهده ممتعه ان شاء الله. طبعا هلا بالقناه الجديده انا قلت لكم شو راح اعمل بشكل مختصر، فاتمنى انتم بتساعدوني او تعطوني افكار شو الشيء اللي انتم حبيتوه علي، لانه ما شفت حدا علق كثير عن الموضوع هذا. فانتم اذا عندكم يعني شيء حابين تشوفوه حابين تسمعوه اكتب لي تحت بالتعليقات، جزء مو بهذيك القناه جزء بهي القناه، انا بنزل لكم يعني بكتب لكم انه مثلا نعمل مثلا بدكم نختم لكم لعبه، بتكتبوا لي اسمها بجيبها بشتريها وبختمها انا. فهمتوا علي؟ فشاركونا يا ريت بافكاركم وخبراتكم وبس، ومشاهده ممتعه لنهايه الفيديو، وما تنسوا الكود S70 لانه هذا الشيء جدا 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 مهم بالنسبه لي وللقناه ولكم، ولانه راح اشتري شغلات بس صار معي مصاري، يعني من هالمصاري اللي عم تجيني راح اروح اشتري فيها شغلات استمتع فيها بشكل جدا كبير صراحه. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة مثل ما عودناكم. ألا نعودكم دائما ما راح نسحب عليكم، مشاهدة ممتعة. باي باي. ليش اخذك كلبي عزيز؟ ليش بدك تقع علي؟ طلع 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 شوف الصف يا ولد. لا يا كلب. لك انت بدك تقعني لك؟ انت بدك تقعني لك؟ كلب يا سيدي.
وضع عندي منيو. ها طعم ليش؟ يا زلمه سيم بالله عليك حاج، بالله عليك حاج مات لهبل والله ده ما يفهم مش عارف ما عنده شيء ده في شغله يا زلمه ايش هيك ما ضل عنده نحن ما ضل عنا كنا دو 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 تعال 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 سو بدري سو بدري سو بدري سو بدري وش 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 هذا انا وش ترى وش وش نوك كم شهر 40 تين شوت يلا بالكومباك في حد ضربها في تتتت فيها مابيل يا فايدين مو بس مو بس سالتي عادوا عادوا عندي عندي واحد نور سيم بس ميو دني سيم بس ميو دني يعني ابو الايم تاني نوك هو بس يضل بالمسدس يا حسين عم يضربك هو هون البنايه كلها لك تعرف تعمل تمسك مسكني قبل ما يجي قبل ما انزل من الطياره اعطيته غاز فار بيجيل كان نازل خالص اوه في هون 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 خليني اضربه غاز لا اضرب على وجهي في ناس كاس وينو تحتنا برو خالص كعطان ام اس 6 يا زلمه مات مات رو رو مات يا عم شرف في 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 اثنين في اثنين ورا في اثنين ورا واحد منهم نو مقام مني هون هون من الطرف بتجي الإشارة هاو هوني وقت 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 هاو في حدا جاي جمع النون هضرب على هذا ضرب انت على داخل يفجره تلو اخي 12 اه انا بشيله انا بشيله ها هذولني وقت هوني هون 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 حسين حسين نات 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 كسرته هون هذا 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 اوه ضربني كثير ابن الحرام بلبش بلبش بكل خو 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 بكشل خود 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 بكشل شوفه لك شخلا اكنا بشي شي شي ضربه تنسى اسمه اوف ابو لو نعم ابو هالميز المشكله هي اللي فيها يا الله يا اكلت مسكوب اوعى نوك دم واحد يا شباب يا يا الدم وين شوت كان حسين طلعتك غلط اه نوك 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 لك مين كسر علي محمد اوه ماي جاد انا قاتم ضحوا هيك البسته فلت علي يا عربي اليار مو بيعرف لك اثنين نواكين انا عم برقص عليهم فتشو 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 خلينا نعرف وين شريكهم فتشو ما بعرف فتشو ضربني سني عن ابوه ان شاء الله طلع شلون نوسكوب انا بدي اجيبه نوسكوب طلع شلون خلاص حسين عطلهم كفو جي جي اوه في ناس قدامنا كمان يا الله ايوه ارى ارى وات هلا نايف يا شباب جماعه اليوتيوب انزلوا هون عندي طبله تحت طبله تحت طبله تحت كلنا عم نلعب فورتنايت اضربوا هو لهذا القبيل هون يا وينك حسين طلع الصوره لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا